كل قيمة في الإسلام وكل خلق دعا إليه الإسلام ميزان دقيق، ميزان لحقيقة إيماننا، ميزان لحقيقة صدقنا وإخلاصنا واستجابتنا لأمر الله. وكل خلق وقيمة في الإسلام كلها عظيمة، أي خلل فيها من شأنه أن يكون مدمراً للمجتمعات وللإنسان نفسه، ومن ثم هو يبين عن حقيقة علاقتنا مع الله أولا، ثم مع المجتمع، ثم مع الغير. وإذا أخذنا قيمة من هذه القيم العظيمة جدا في ديننا، قيمة بر الوالدين، كيف أنها حقيقة كما هي سائر القيم والأخلاق في الإسلام، إن تحققنا بها عبرنا عن حقيقة إيماننا وصدقنا وإخلاصنا وكذلك كل الأخلاق. وإن وقع الخلل فيها فربما كان ذلك سبباً في تدمير الأسرة والمجتمع والعلاقات أيضاً، وأبان عن عوار خطير في هذا المجتمع. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن بر الوالدين، وهذا حديث مستفيض واسع جداً في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففضلاً عن الآيات التي جاءت في سياقات مختلفة متعددة في كتاب الله، نجد أن الحديث جاء وبشكل مباشر عن قضية بر الوالدين في سورة الأنعام وفي سورة العنكبوت وفي سورة الأحقاف وفي سورة لقمان وفي سورة الإسراء وفي غيرها من الآيات العظيمة، لتحدثنا كيف تكون الصحبة وكيف تكون الطاعة وكيف تكون الكلمة الطيبة والقيام، مع النظر في الأحاديث بطبيعة الحال، والقيام بحقهما من حيث الزيارة وتلبية الحاجات والإنفاق عليهما عند الحاجة والتعاون معهما وعدم التضجر منهما، وبر من كانوا يبرونه في حياتهم، وبر صديقهما وصلة أرحامهم، جوانب كثيرة تتجلى فيها حقيقة بر الوالدين. لو أخذنا موقفاً واحداً أو الآيات التي جاءت في سورة الإسراء، ذكرت 7 حقوق للوالدين، 7 حقوق فقط، آيات واحدة في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وقال أهل اللغة: لو كان هنالك كلمة أقل منها يحذر منها لحذر منها، فإنها تخرج من الشفتين الأسرع خروجا، حتى هذه أف لا تجوز، وإذا ما فوق أف أو دونها لا يجوز من باب أولى. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا بكلمة ولا بإشارة، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم ندعو لآبائنا وأمهاتنا، كم نتصدق عنهما، أمور كثيرة. ولكن في الواقع دعوني أقف وقفات سريعة مع قضية بر الوالدين من خلال الآيات التي ورد فيها ذكر بر الوالدين وماذا يعني ذلك. أولاً، بر الوالدين ميزان دقيق لقضية الإيمان والعبودية الخالصة لله سبحانه. إن كنت مؤمناً حقاً تكون باراً بوالديك حقاً،
إن كنت لله شاكرا تكون لوالديك شاكرا، إن كنت لا تشكر لوالديك فأنت تكذب إذا ادعيت أنك شكرت الله. إذا كنت لا تبر والديك فأنا وأنت نكذب إذا كنا لا نبر والدينا وندعي بعد ذلك الإيمان بالله. لذلك ما من آية جاءت تتحدث عن بر الوالدين إلا وجاء الحديث مقترنا بتوحيد الله سبحانه، ليلفت نظرنا إلى أمر مهم جدا، أنه أيضا بمقدار ما يربي الآباء أبناءهم على توحيد الله والعبودية الخالصة لله يكون الأبناء برر بآبائهم، وبمقدار ما يضيع الآباء ويفرط الآباء في تربية الأبناء على قضية العبودية الخالصة لله والتوحيد الخالص لله سيكون عقوق من هؤلاء الأبناء على الآباء أن يتحملوا مسؤولية ذلك. ويضيق الحديث أو الوقام عن استذكار الآيات وما فيها من عبر في هذا الشأن. الأمر الثاني، يأتي الحديث عن بر الوالدين في جملة ما يأتي في آيات سورة الإسراء. وما معنى أن يأتي الحديث عن بر الوالدين في آيات سورة الإسراء؟ سورة الإسراء تعطينا منهجا كاملا ودقيقا لقضية الحفاظ على المقدسات وتحرير المقدسات ومنهج تحرير المقدسات. من أساسيات الأمة التي تقول إنها تحافظ على مقدساتها وتدعي أنها تريد أن تحرر مقدساتها أو تسعى لذلك، من أساسياتها الأخلاق عموما، ومن أساسيات الأخلاق هذه قضية بر الوالدين. إذن هي ميزان دقيق. إذا وجدت الأمة تبر والديها فعلا، ولا نجد في المحاكم آلاف آلاف دعاوى النفقة التي تقيمها الأمهات على أبنائهم، عندئذ تقول هذه الأمة بخير، وعندئذ تقول إن هذه الأمة يمكن أن تحرر مقدسات لأنها تكون بارة بالمقدسات. إذا كانت لم تكن بارة بأبيها وأمها بآبائهم وأمهاتهم، كيف سيكون بارين بعد ذلك بالمقدسات؟ من هنا تتجلى حقيقة هل نحن بررة مع مقدساتنا ومع حقوقنا ومع أقصانا. هذا ميزان وليس كل شيء في طبيعة الحال. أمر آخر، يأتي الحديث عن بر الوالدين في سياق الحكمة في سورة لقمان. إذا وجدت إنسانا بارا بوالديه يمكن أن يكون حكيما أو من أهل الحكمة أو له بعض الحكمة. أما عندما تجد إنسانا لا علاقة له ببر الوالدين أو يقع منه عقوق ببر الوالدين بوالديه، فهذا ليس له من الحكمة نصيب. وأيضا قضية الوالدين وبرهما ميزان دقيق في قضية الولاء الخالص لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء مما سواهما. وهذا يدل على دقة التربية الإيمانية العقدية والارتقاء الإيماني وحسن الفهم وحسن التفاعل مع هذه العقيدة، مع كمال الأخلاق وسمو الأخلاق وكمال الأخلاق بذلك. لذلك في سياقات الحديث عن بر الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بر الوالدين سبب في الحفظ والرعاية والسلامة والطمأنينة والحياة الهانئة. لماذا؟ عندما نأتي إلى سورة الكهف وقد قتل الغلام ذاك، ماذا بيّن العبد الصالح كما بيّن سبحانه وتعالى؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ذاك الذي قتل لم يكن بارا بوالديه فاستحق ما استحق، وهذا الذي أراد الله أن يكون مكانه سيكون بارا وذا صلة ورحم بوالديه. فبر الوالدين سبب السلامة والرحمة من الله والحفاظ والطمأنينة والسعادة. وبالمقابل بمقدار صلاح الوالدين ينعكس ذلك تربية على أبنائهم، فيكون ذلك أيضا سببا في حفظ الأبناء حتى بعد مماتهما. لذلك جاءت الآيات بعد ذلك لتحدثنا عن الطرف الآخر،
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فصلاح الآباء انعكس على الأبناء في تربيتهم من جهة، وفي حفظهم ليكونوا برارة بآبائهم، ومن ثم حفظهم في أموالهم حتى بعد ممات آبائهم. أدركنا ما معنى بر الوالدين؟ طبعا البعض قد يستحضر هنا قصة عن عمر بن الخطاب لا تصح، وإن استشف منها العلماء بعض الآداب، أنه قال لرجل: لقد عققت ابنك قبل أن يعقك، لأنه لم يحسن اسمه ولم يحسن اختيار أمه، ولأنه لم يعلمه القرآن. لا شك أنه بمقدار أن يبر الآباء أبنائهم بحسن تعليمهم وبحسن تربيتهم يكون ذلك من أسباب البر بهم، وإن كانت القصة هنا عن عمر لم تصح. بر الوالدين هو أخلاق الأنبياء، وإذن إذا كنا نحن من أتباع الأنبياء نكون نتحقق بهذه الأخلاق، وهي أخلاق الأولياء. لذلك نجد مثلا قوله تعالى في حق يحيى عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ونجد في حق عيسى عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالدتي. ونجد من الأولياء الأنموذج الأعلى والأرقى في هذا الشأن قصة أويس القرني، هذا الرجل الصالح المؤمن الذي كان يمكن أن يدرك فضيلة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه تأخر في اليمن، لم يلحق برسول الله لأن له أما يقوم على رعايتها وتربيتها حتى إذا ماتت. التحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله قد التحق بالرفيق الأعلى، لكن رسول الله ذكره بالاسم قبل أن يأتي: يأتيكم أويس. من استطاع أن يستغفر له فليستغفر له. أرأينا ما معنى بر الوالدين؟ إذن بر الوالدين يعدل الجهاد في سبيل الله إن لم يكن فرض عين. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: ففيهما فجاهد. وبر الوالدين سبب الفرج، لذلك في قصة الثلاثة الذين سدت الصخرة باب الغار عليهم، فكان من قصة أحدهم كيف قام على والديه إلى الصباح والغبوق واللبن والحليب بيده حتى استيقظا، لم ينل من شراب ولا طعام شيئا حتى يكون والداه هما اللذان يبدأان. بر الوالدين طريق الجنان والارتقاء بالجنان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. الحديث عن بر الوالدين، هل هذه الأمة متماسكة؟ هل هذه الأمة صالحة؟ هل هذه الأمة عاقلة؟ هل هذه الأمة تتحقق بالأخلاق؟ ما قيمة أن تجد إنسان بيقولوا عنه بالعامية جنتل، بيحسن التعامل مع الناس، بيبتسم بوجه الناس، بيخدم الناس، لكنه مع والديه عاق أو جاف أو جلف، أو ينهر أو يرفع صوته عليهم أو يتضجر أو يقصر في زيارتهم أو يقصر في الاتصال بهم أو يحيجهما إلى أن يتصلا به ليطلبا حاجتهما أو لا يذل عند أقدامهما ويقبل يديهما أو ما شئت من ذلك من عقوق تجده من البعض أو ينساهما في دعائهما، هذا يكذب على نفسه. إذن هذه الأمة تكون متفسخة، ليست بارة لا بدينها ولا بأخلاقها ولا بمقدساتها ولا بهمومها الحقيقية ولا صادقة مع أنفسها، إذا لم تكن قضية بر الوالدين دائما حاضرة. كيف نكون برارة بديننا؟ بر الوالدين يعني البر بالدين، والبر بالدين يعني البر بالوالدين أيضا. لا تنتظر حتى تفقد أويك أو أحدهما فتقول: يا ليتني كنت بهم بارا. ويمكن أن تكون بارا بهما بعد وفاتهما بالدعوة والصدقة وزيارة الأرحام وصلة بر أهل ود أبيك إلى غير ذلك من أنواع البر. كان أحدهم إذا جلس مع والده أو أمه على طعام لا يمد يده إلى القصعة التي يمد الأب أو الأم
يده إليها خشية أن تسبق يده إلى لقمة يمكن أن الأب أو الأم كان يريد أن يأكلها. وبعضهم إذا سار مع أبيه نهارا لا يمكن أن يمشي أمامه، ولا يمكن أن يدخل منزلا قبله، ولا يمكن أن يتقدم إليه أو يتقدم بين يديه بكلام إلا إذا أذن بذلك. وإذا مشى معه ليلا لا بد أن يمشي أمامه لكي يتقي له الطريق إلى غير ذلك. قضايا عمق بر الوالدين والأخلاق فيها شيء كبير في الواقع، ولكن البعض هنا يستحضر حديث أنت ومالك لأبيك، على الأرجح لا يصح، ومع ذلك يفهمه كثير من الناس فهما خاطئا. لا يعني أن يتسلط الآباء على أموال أبنائهم، ولذلك ميزان دقيق في الشرع لا يتسع المقام لبيانه في هذا المقام.